ودي كمان يا استاذ عبد الجواد عايزه اكتر حاجه برضو كانت عاجبه الناس وعجبت الشباب تحديدا، ان ده كل اللي حصل ده كان رد على دايما اتهام الشباب، انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا لسه بدري عليكم. عارف حضرتك لهجه الاحباط اللي كانت مهمة عندنا بقى طول الوقت، لا هم سمحوا لنا ان احنا نقول افكارنا، سمحوا لنا ان احنا نطبق الافكار دي على المستوى العالمي، فحاله الاحباط ابتدت ان هي تروح شويه. طول الوقت على مدار العقود اللي فاتت كان انتوا لسه بدري، انتوا فاهمين حاجه، انتوا لسه صغيرين، الكلام اللي ضايقنا طول الوقت وخلانا يعني او خلى ناس كتير جدا تفقد حس الانتماء بطريقه معينه. يعني ده كلام مهم، لكن انا عايز اقول احنا ما بنتكلمش على الشباب في الشريحه العمريه، احنا بنتكلم على الشباب المجتهد. يعني زي ما حضرتك تفضلتي واتكلمتي عن آية، وهناك يعني انا ممكن اقول 300 اسم من البي ال بي اصبحوا متميزين، منهم مثلا على سبيل المثال نائب محافظ البحيره، نائب محافظ القليوبيه، والاثنين اخوات فاضلات. يعني الفكره هنا انه السيدات وانا ده لما الاقي لازم اتحيز للسيدات بصراحه. يعني الفكره هنا ان المنتدى اصبح زي الهجره بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام، كل الى ما هاجر اليه. يعني اللي راح يشتغل بيجني الثمار، اللي بيجتهد بيجني الثمار، والشاب الكويس، وهي دي عبقريه البي ال بي وفكره البرنامج الرئاسي، انه المنضبط والجيد بيبقى موجود بشكل اساسي. اذا انت عايز تنجح هتنجح، إذا أنت بتشتغل هتنجح، وفي الحقيقة مفيش مساحة في الوطن إلا للعاملين والقادرين على الفعل. ويمكن هو ده اللي عمقته التجربة، يعني كلام آية في الحقيقة ما جاش من فراغ، هي علشان طول الثلاث أربع سنين اللي فاتت في خلية نحل حقيقية فعلا، يعني لديهم قائد صارم إنساني ولطيف وكل حاجة، لكن في الحقيقة النظام اللي موضوع مفهوش هزار. إذا اسم مصر مش هيبقى هيشرفوا اللي بيشتغل في هذه القصة ما بيبقاش، ما هي دي تحمل المسؤولية. صحيح. واللي تم برضو إثبات الفكرة الغلط اللي كانت مأخوذة عن الشباب ان انتم ما تقدروش، لا نقدر نتحمل المسؤولية بشكل كبير جدا، ونقدر نرفع اسم مصر امام العالم كله، وده اللي حصل على فكرة، وكان موجود في التجربة المنظمة الرائعة اللي حصلت في منتدى شباب العالم. التنظيم كنا دايما بنفتقده في الفترة اللي فاتت، دايما يقول لك الحدث مهم والحدث حلو، بس التنظيم فيه شويه مشاكل. والتسويق هو ده بقى، والتسويق طبعا. التسويق يعني احنا ابتدينا نتكلم على التسويق ايه بقى لنا شهر. احنا اتكلمنا في هذا البرنامج لما كان سيد رئيس في نيويورك. ايوه. وقلنا ان تايم سكوير في الاعلان بتاع منتدى الشباب، وانه ده بدايه الترويج الكبير، يعني بدايه الاعلان الكبير، لكن التسويق طول الوقت شغال. وانا فخور ان معظم الولاد اللي بيجوا من بره يقول لك انا ما كنتش فاهم مصر كده، احنا فاكرين ان انتوا بتصرفوا فلوسكم على الامن وعلى الحراسه وعلى حبس الناس. مظبوط. احنا ما كناش فاكرين ان انتوا، وانا في تقديري ان الشغل ده اعلام وسياحه وتوضيح صوره وتصحيح مفاهيم مش لمصر بس، لمصر والعالم العربي والعالم الاسلامي وكل دول العالم. مكافحه ارهاب، خليني اقول ان هذه الكتيبه ايضا ليها دور في مكافحه الارهاب الفكري والتطرف والتعسف اللي كان يعني دايما البعض بيحاول، احنا هنيجي لسه للنقطه دي يعني لاحقا، بس كان البعض بيحاول ان هو دايما يلصق بمصر هذه الصفات السيئه. لا، الفتحيه ليهم طبعا والمنظمين، ولازم لما نشوف هذا الجهد ان احنا نشيد بيه ونتكلم عنه ونقول يعني ان احنا نتمنى ان كل احداث في مصر تكون ليها يعني هذه الجديه وهذا